بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن حكم تنازل المستأجر عن العين المؤجرة وعقد الإيجار لأحد الملاك على الشيوع وتسليم العين لأحد الملاك دون باقي ملاك العقار. أثر ذلك على باقي ملاك إيه؟ حقوق باقي الملاك على الشيوع. الحالة اللي احنا بنتكلم عنها إن عندي مستأجر وعندي ملاك على الشيوع 3 4 5 حسب العدد، وجاء المستأجر وراح لواحد من الملاك على الشيوع وراح متنازل عن عقد الإيجار والدهان وراح مسلمه عقد الإيجار ومسلمه العين المؤجرة. طيب هل ده يعد تنازل عن عقد الإيجار يدي الباقي الملاك حق طلب الإخلاء للاثنين ولا ده يتفسر فيه؟ ده اسمه إنهاء للعقد الإيجار بالنسبة للمستأجر. المستأجر بينهي العلاقة الإيجارية، إن أنا خد عقد الإيجار بتاعك أهو وأنا سلمتك العين ومشيت، فأنا قابلت واحد من الملاك واديته. فهو بالنسبة للمستأجر ما عادش نوع من التنازل عن الإيجار اللي هو المحظور في قانون إيجار الأماكن في القانون 136 لسنة 81، لا، هو عبارة عن إنهاء بالإرادة المنفردة للعلاقة الإيجارية، خد العين بتاعتك وأدي العقد والموضوع انتهى. طيب حقوق باقي الملاك، باقي الملاك على الشيوع بقى، يعني هما 5 6 ورثة النهاردة وواحد منهم راح واخد العين، طب والباقي يبقى حقه فين؟ أحيانا اللي بيحصل في الغالب إن بيبقى هذا الوريث أو هذا الشخص الملك على الشيوع بياخد عقد الإيجار ويدي المستأجر مقابل عشان يحتفظ هو بالعين، بيظن منه كده إن العين بقت بتاعته، لا، هي العين بتظل على ملك كافة الملاك على الشيوع حسب حصصهم الموجودة لديهم. لكن كل ما في الأمر إن اللي بيستلم اللي هو المالك على الشيوع اللي استلم من المستأجر العين يبقى ليه حق إنه يضع إيده على العين منفردا ومنتفعا بيه. بس ده مشروط بالآتي، إن حاجتين بيتم، إن باقي الملاك ليهم إنهم يرجعوا عليك بأمرين، يعملوا دعوة اسم وفرز وتجنيب ويقسموا الشقة دي وتتباع بالمزاد العلني وإلى آخر الكلام ده كله. يا إما بياخدوا حاجة اسمها مقابل انتفاع، أنت قاعد فالعين دي لو متأجرة النهاردة هتتأجر مثلا ب 10 قروش مجازا في الرقم يعني. فأنا ليا المفروض فيها حصة، أنت ليك مثلا الخمس وإحنا لينا أربع أخماس، فبتتم تديني قيمة الأربع أخماس اللي هو مقابل الانتفاع من تاريخ وضع يدك عليها لغاية تاريخ النهارده.